السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن حضرتك بالنسبة لي مهم جدا وإنسان مميز لازم تعرف أصل الحكاية. يا ترى إيه السر في حفظ مقام إبراهيم في هذه القبة الزجاجية؟ لو تحب تعرف كل التفاصيل وتشوف مقام إبراهيم دون حاجز شوف الفيديو ده. ومقام في اللغة العربية معناها موضع القدمين ومقام إبراهيم عليه السلام هو الحجر. الذي وقف عليه ابراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبه، فلما ارتفع البناء شق على ابراهيم عليه السلام تناول الحجاره، فأتى بالمقام ووقف عليه، فكان ابراهيم عليه السلام يقوم على المقام وابنه اسماعيل عليه السلام يناوله الحجاره وهما يقولان: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مش كده وبس. مقام ابراهيم ايضا هو المقام الذي قام عليه ابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج. قال الله تعالى: "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق"، فمقام ابراهيم كان وسيله لإتمام البيت وللأذان في الناس بالحج. فبه تم البناء وبدأ النداء، وهو ده رأي جمهور العلماء من المفسرين، لكن للأمانة العلمية هناك بعض الآراء الأخرى هنقولها دلوقتي. فهناك بعض المفسرين الذين ذكروا أن مقام إبراهيم هو الكعبة المشرفة، والتي كان يقوم عندها إبراهيم بالعبادة. وهناك أيضاً بعض المفسرين قالوا أن مقام إبراهيم هو بيت الله الحرام. وهناك أيضاً بعض المفسرين قالوا أن مقام إبراهيم هو الحج. لكن اصح الاقوال هو راي جمهور العلماء بان مقام ابراهيم هو حجر مقام ابراهيم وهناك ادله كثيره تؤيد هذا الراي اول دليل عندنا ان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من الطواف حول البيت سبعه اشواط اتجه الى مقام ابراهيم وهو يقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتي الطواف وتاني دليل حضرتك لو سالت اي حد من اهل مكه اين مقام ابراهيم سياتي بك الى حجر مقام ابراهيم ويقول لك هذا هو مقام ابراهيم ومقام ابراهيم ليس مجرد حجر عادي ولكنه حجر من الجنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الركن والمقام يقوتان من الجنه طمس الله تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لاضاءتا ما بين المشرق والمغرب. والمقصود بالركن هو الحجر الاسود. واكيد المقام هو مقام ابراهيم. واللي احنا بنشوفه من القبه الزجاجيه هو الجزء العلوي من مقام ابراهيم عليه السلام. واحنا دلوقتي ان شاء الله هنشوف مقام ابراهيم دون القبه الزجاجيه. والغريب في الامر ان مقام ابراهيم ليس بثقيل الوزن. يستطيع اي رجل ان يرفعه. وزي ما حضرتك شايف ان مقام ابراهيم هو مربع الشكل ابعاده ثلاث اضلاع طولهم 36 سم والضلع الرابع طوله 38 سم وارتفاع مقام ابراهيم 20 سم والواحد ممكن يستغرب من ارتفاعه 20 سم كيف قام عليه ابراهيم عليه السلام ببناء بيت الله الحرام وكيف قام ابراهيم عليه السلام بالاذان في الناس بالحج ده يرجع لان حجر مقام ابراهيم ياقوته مياكوت الجنة له خصائص خاصة به وحجر مقام إبراهيم ليس بالحجر الصلد المصمت ولكنه حجر من نوع حجر الماء حجر رخو، حجر فيه مسام واشتهر عند المتأخرين من مؤرخي مكة أن حجر مقام إبراهيم تطاول وعلا في السماء فكان الحجر يقصر بإبراهيم عليه السلام ليتناول الحجارة من اسماعيل عليه السلام ثم يطول ليضعه أعلى الجدار شيء عجيب مش كده قال بذلك الإمام المفسر أبو حيان في تفسير المحيط وحنجد كمان أثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه يشد من عدد هذا الخبر قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه إن حجر المقام لما صعد عليه إبراهيم الخليل للآذان بالحج تطاول المقام حتى كان كأطول جبل من الجبال، فنادى يا أيها الناس أجيبوا ربكم ومن آيات الله البينة على مر الزمان أثر قدمي الرسول الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على مقام إبراهيم فالله عز وجل ألان هذا الحجر وأصبح كالطين فغاصت قدم إبراهيم عليه السلام ولما رفع قدميه أعاده الله مرة أخرى حجرا حدث ذلك منذ ما يقارب من خمس آلاف سنة وظل مقام ابراهيم مكشوفا في الجاهليه وفي القرون الاولى من عهد الاسلام. وكان اثر قدمي ابراهيم عليه السلام واضحا جليا في عهد الصحابه. قال انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه: رايت المقام فيه اصابع ابراهيم واخمص قدميه. والحكمه الالهيه من بقاء اثر قدمي ابراهيم عليه السلام في مقام ابراهيم هو تذكير الناس به بعد موته. وهناك قصيدة مشهورة لعم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب قال فيها: "وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي"، وكان أشبه قدمين بقدمي النبي الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى لأهم نقطة. يا ترى كان فين موضع مقام إبراهيم في عهد إبراهيم عليه السلام؟ وفي عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وفي العصور اللاحقه حصل اختلاف وتضارب بين وواضح جدا في الموضوع ده لكن قبل ما نتكلم فيه هنتكلم في حاجه مهمه جدا كلنا نعرف ان الكعبه المكرمه تقع في وادي ويحيط بهذا الوادي من جميع الجهات جبال عاليه مرتفعه واحيانا كان يحدث امطار شديده جدا تصل لحد السيول المدمره وبالطبع لم يكن الحال كما هو الان الان موجود في انابيب لتصريف مياه السيول وبالتالي كانت المياه تاتي مندفعه جدا من قمه الجبال الى الوادي وتدمر في طريقها البيوت والنفوس وكل شيء وكثير مننا ممن لا يعلمون تاريخ الكعبه المكرمه لا يعلمون ان الكعبه تم بنائها حوالي 12 مره وكان معظم هذه المرات بسبب السيول الضخمه والتي دخلت بقوه الى المسجد الحرام ودمرت جدران الكعبه المكرمه. وكانت هذه السيول ايضا سببا في الطواف سباحه حول الكعبه المكرمه في بعض الاوقات. وانا هترك لحضراتكم تحت بعض المصادر لمن احب ان يستزيد من هذا الامر. القول الاول يقول ان المقام ظل في موضعه الحالي في العصور الجاهليه وفي عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخليفه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وفي عهد الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى حدث سيل عظيم يسمى سيل ام نهشل. وسبب تسمية هذا السيل بسيل ام نهشل ان هناك امراه تسمى ام نهشل، اخذها السيل الى باطن الوادي وهلكت، واخذ معه ايضا حجر مقام ابراهيم. وبعد انتهاء السيل، أتى أهل مكة بمقام إبراهيم وربطوه بأستار الكعبة وانتظروا حتى قدم عمر بن الخطاب فزعًا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وكان ذلك في شهر رمضان عام 17 هجريًا قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه باستشاره الصحابه عن موقع مقام ابراهيم ولم ياخذ الراي منفردا وبعد تحديد الموقع بدقه اعاده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى موقعه مره اخرى. وقال بهذا القول عروه بن الزبير والامام مالك والامام النووي. اما بقى الراي الثاني فقال ان مقام ابراهيم كان لاصقا بالبيت الحرام. في زمان ابراهيم عليه الصلاه والسلام وفي عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وظل كذلك في عهد الخليفه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وايضا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ثم اخره بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تيسيرا للطائفين وتسهيلا للمصلين قال بذلك القول ابن كثير في تفسيره والشوكاني وابن حجر والقول الثالث أن مقام إبراهيم كان ملصقا بالبيت حتى تم فتح مكة في عام 8 هجريًا، ثم أتى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بنقل مقام إبراهيم إلى موقعه الحالي، وقال بذلك القول مجاهد فسبحان من قال للنار كوني لإبراهيم بردًا وسلامًا، وسبحان من جعل الحجر لإبراهيم طينًا وآلانًا. جزاكم الله خيرًا.